السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك، معكم ريم بركات. وصلنا إلى الحلقة السادسة من سلسلة الحلقات التي نكشف من خلالها عن أسرار تحضير عدة وصفات مغربية تقليدية من أيدي محترفين واختصاصيين في هذا الميدان. توقفنا في مدينة شفشاون، بحيث نقلت لكم مباشرة من الجوهرة الزرقاء كواليس زفاف مغربي 100% بجميع تفاصيله. واغتنمت فرصة تواجدي في المدينة وذهبت إلى واحد من أشهر الأفران يعني بالمدينة، بحيث سوف تكتشفون معي أسرار وخبايا مباشرة من قلب الحدث. وأيضا زرت واحد من أشهر بائعي التشرس والإسفنج في المدينة، وقمت بتصوير جميع مراحل تحضير هذه الوصفتين. ابقوا معي وتابعوا الفيديوهات ولا تفوتوا أي حلقة من هذه الحلقات الشيقة. وكالعادة أعتذر من متابعي من الدول العربية لأن الفيديوهات بالدارجة المغربية، لكن سوف أحاول إدراج المقادير ذات صلة يعني تحت الفيديو باللغة العربية. أترككم مع الفيديو وأتمنى لكم فرجة ممتعة. اش قلتي لينا على حساب الطنجره؟ سمعتك كتقولي لها شنو خاص بالقلي تكون طنجره ثقيله. احسن من هاد الطناجره. هذا هو بحال كيحرك شويه ياك؟ بحال كيحرك شويه. القلي ديالو بحال كيجي من هو. شو ديالو ماشي هو ديالك. ماشي بحال بحال كيبغي النار تكون هانية. عاوتاني إذا خديت النار بحال شي كلشي. لا غير باش نصور شي بقى سخون. صراحة اللون كيشهي، اللون كيشهي. اللون تبارك الله عليك. ودابا تقيلة باش تعطي العافية بشوية ما تحرقش. ايوا معليش، الواحد كيخدم داكشي اللي عنده. شحال كتخلي تقريبا يتقلى؟ تقريبا 5 دقايق. كتر سمايل وما كيقصاح ما والو ياك. ولا كديري شي حاجه في الزيت؟ ما كديري ليه والو. الزيت الزيت صافي. كنتي تزبد على دعملو شويه باش فالمراكشيه كنت صورت معاها دارت الخل، كيديروا الخل مع الزيت. قال لك يرطب كيجي رطاب. دارت الخل ودارت كل مره دابا ملي كدير الزيت كدير واحد شويه الخل معاه. ولا ما كنديرش الزيت، كندير الزيت بلا بوحدها صافي. لا زعما ملي كتبغي دير الدجاج كدير معاه ال كدير شويه شويه الخل كيرطب الدجاج. هادشي اللي كتقول. والخميره كدير حتى الخميره، كدير خميره الحلوه. خميره الحلوه كتعطي ديك اللوين الحميمه، كتجي بحال الدجاج شويه احمر. دابا كل واحد الطريقه ديالو. كيجي مزيان. انا الصراحه عجبني ديك النكهه هاد المذاق ديالك اللي عجبني. شويه السمن الحار من الحار وهذاك النيلم ديال الجد الكامله. تمليقات الدجاج الصراحه عجبني. اللي طرف اللي طرف فيها اللي طرف ملي سخن الزيت كبت شوج بليده الكامله وشوج السمن الحار. انا درت الدجاج لا غير شويه حتى انا عندي شي حاجه شويه السمن الحار في الزيت. كتبدل ليك الزيت ياك ملي كديري شويه كتبدل ليه. كتبدلو
هذا الباب فوقيك اش كديري فيها الحاجه قرفة مزهر سكر كديري الماء وكل شيء بدقه ولا حتى كيطيب عاد كتعسلي كل شيء بدقه حتى الاخر شويه من الملح حتى الملح لا ماشي الملح حتى نستفد يلا شحال كتخلي تقريبا شحال كيبقى اذا كان مزيان طول الساعه ولا كان قصر الساعه ديال الساعه تحصل النوعيه ديالها شوفوا اللحم فين وصل اللحم طاب ياك طاب خلي الحيمه كلها والريحه غزاله طالعه من الفوق بدل المال لكن ما عادش شنو فيه ديالاش ديالاش شنو فيهم هذا الملح الدجاج هذا الدجاج الملح هذا الملح الدجاج هذا سيجار بالجبن هكذا بالجبن الحوت وقيله هذا بالحوت دابا نخليكم مع بعض اللقطات من العرس ما نسميه يعني في شفشاون بالليله لكن اللي بغى يشوف الفيديو مباشره يعني كان مصور يعني على الهواء مباشره غادي نخلي لكم الرابط اسفل هذا الفيديو ايضا هاد اللقطات اللي كتشوفوها يعني طريقه الحطان يعني ديال الاطباق كانت ايضا مصوره مباشره على الهواء لكن غنخلي لكم دابا بعض المقاطع واللي بغى يشوف الفيديو كامل يرجع للفيديوهات اللي نشرتها سابقا يعني على القناه السلام عليكم الطباخه ديالنا هذا اللحم الله يرحمه ها الله لاسكم الريحة زين صورت لكم حتى الطريقه ديال اللحم ام ياسر مرحبا ماشي مشكل لا زوينه شفتوا اكتسبت واحد الشهره كبير كانت في الاول صراحه ما معروفاش بزاف دابا ولات في الصيف راه ما كتلقايش بلاصتك قولك تبارك الله على لاله الرحمه مريم بركات رحمه لك مباشره مباشره على الهواء قولك تبارك الله عليك ديرها مريم بركات طلع للقناه راه دايره دابا اللايف راه غيطلع لك المباشر دابا الدجاج كتحطي صدرو ولا تجي ياك صدرو كتحطيه لا تجي الدجاج ياك هكذاك قالوا لك لاله الحمراء شموا الريحه حتى لعندهم قالوا لك كتري الدغميره كيفاش قالوا لك كتري الدغميره دابا تبارك الله عند ربي دابا هما لا الدجاج المغربي شي حاجه رائعه داكشي اللي كاين
وهذا هو الطبق اللي حطاته الطبخه ديالنا. انا دابا جالسه يعني مع مجموعه من النساء اللي يعني كنتناولوا العشاء ديالنا. من بعد غادي تشوفوا لقطات، غنخلي لكم لقطات قصيره من حفل الحناء، يعني تقاليد معروفه يعني في المدينه ديال الحناء العريس. نخليكم مع بعض اللقطات ونمروا لباقي تتمه الفيديو. خلال هذاك المباشر اللي كان داز يعني من تقريبا يعني اسبوع او اسبوعين يعني على القناه، كانت طلبات كثيره من المتابعات اللي كانوا متابعين المباشر، يعني بغاو يشوفوا لقطات من الخروج يعني ديال العروس والدوره اللي كتكون يعني اللي كندوروها في المدينه بالسيارات. ما نسيتش هذا الوعد اللي كنت وعدتهم اياه، وغادي نخلي لكم بعض اللقطات اللي كنا كندوروا بالعروسه يعني في السياره في المدينه. غادين دابا غادي نمشي نصور عند مول فقوصة، واحد الفران تقريبا كاينين جوج فران اللي مشهورين في مدينه الشاون اللي كيديروا الفقوصة. هذا فران من الفران العصريه، وغادي معايا السي يوسف نمشي نصوروا ان شاء الله الفقوصة كيفاش كتصاوب بطريقه يعني آلات حديثه يعني عندهم تما في الفران. نشوفوا ان شاء الله الطريقه. انا غادي دابا في الطريق، كيقولوا لهاد البلاصه الكيد ديالنا تدور حنا تنشوفوا شي واحد شاوني يقول لنا شنو كاين. المهم هادي المدينه، وصل المدينه ياك الساحه. صح قربنا نوصلوا، هي شي دخيله دخلنا داك المره كنظن قريت. حنا وصلنا، هذا هو الفران من برا، ندخلو نشوفو ان شاء الله فين وصلو. احنا دخلنا دابا، شحال ديال الدقيق تما؟ دقيق شحال؟ 30 كيلو. هذا السكر 2 كيلو ياك؟ 4 هذيك فيها 3 كيلو 2 8 كيلو ديال السكر في 5 في 30 كيلو ديال فور. جنة نيتي الزبدة، شحال ديال الزبدة؟ 5 كيلو. هادي المارغرين كديرو دايما للدة، علاش بالضبط للدة؟ مزيانة. اللي بغا يدير الزبدة العبار مزيانة تاهي؟ تاهي مزيانة. Come on.
هذاك؟ الزنجلان. الزنجلان هذاك النافع. حبة حلاوة. حبة حلاوة شحال تقريبا؟ نص كيلو. نص كيلو ديال الزنجلان ونص كيلو ديال حبة حلاوة. والنافع ما كديروش النافع؟ تجيب الخميرة. من هذا الخبز هذا الكمير. بكية كاملة؟ النص بكية. هي شحال فيها هذه تقريبا؟ هذه شحال فيها؟ نص كيلو. يعني نص كيلو في 30 كيلو 250. حيت غنقسم تقريبا داكشي باش نعطيهم القياس ديال الكيلو. دابا الناس يبغيو يصوبوا في الدار نقسموا داك القياس ونعطيهم العبار شحال. هذه فقوسه شاونيه. شاونيه 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 وفيها القلقه ديال التطوانيه. حيت قالوا لي كتحمروها التطوانيين ما كيحمروهاش ياك. شتي الحية اللي كبيرة. ضربيني. كدير القياس دابا تبدا تزيد واقيلا الما ياك؟ القياس ديال الماء تقريبا على حساب هي كتكون قاصحه. قالوا لي العجينه ديال كتكون قاصحه ماشي بزاف. نعم. كون رطبينا هي بحال قاصحه. نقولوا قاصحه على الخبز ياك؟ قاصحه على الخبز وصافي. هذاك الكومير ياك خمر ولا باقي؟ خمر يدخل يطيب. لا هذا باقي ما خمرش. هذا يلا عطيه يخمر. عندهم كتعجب شيلي. مرحبا بالسيوس. كاع ما قلنا لهم شكون السيوس. يوسف ولد اختي. يوسف واحد. كتحاول بحال تدير الزبده تما ياك الخليط عاد. دابا في الدار يعجنوا هما الزبده مع السكر يخدموها مزيان عادي يزيدوا الدقيق. شي الحيله كيفاش؟ دابا حتى تما كاينه الخميره. هنا الخميره.
هاد القياس كتعجنوه كل نهار. على حسب الطلب. علاش؟ علاش؟ اه كيفاش دابا كتخلط هادشي وتعجنو عاد تزيد 5 كيلو بوحديتها؟ علاش؟ مع بعضيتها. يعني دابا الواحد يديرها من الاول يدير دقيق قياسو ويدير الآلة اللي كتصور. ممكن نقول انا ما شاء الله يبقاو له ساعة هادي سهلة. كتخليو هناك مريك تمشي ليه؟ هذا طاب. هل كتعطيو هاد الوقت؟ لا كيتخمر داك القرمسة. عاد تشعلو العافية. من دقيق كتستعملوا شروق صافي صافي غتعجن دابا غتخليها دابا حتى تخمر. دابا ما غتكملش هكا وتعجن هكا غتحبس صافي تخليها واخا صافي. دابا عندكم فران بلدي ورومي؟ هذا بلدي. هذا البلدي. الخبز كطيبوه هنا بالعواد. بالعواد. هذا كيكتب بالمازوت. وكطيبو حتى للناس اللي بغاو ياك؟ هو تما كيكتب. الخبز للناس. شحال كيعجز من خبزة؟ داكشي 100 200 150
سميتي دقه واحده طيب في دقه الفران الداخلي يا زميتين خبزه بارك الله مش هكا ياخذ الوقت تما انا عمر ما تقلب ما والو تدخله وتخرج ما تاكل مليان تاكل مليان نزلتي لها بسرعة ياك هي كتبغي تدلك بزاف ياك هادشي اللي قالوا لي يعني اللي في الدار يدلكها مزيان الماء عادي ما سخون ما ديال الماء انت واقيلا اللي كتعرف القياس ديال العجينه انت اللي كتخدم العجينه جمع بلاصه وحده ياك